السجون. عن أي تنمية أنت تتكلم؟ إذا كان نائب الرئيس الأول علي عثمان مع محمد طه بنفسه قال بعد 50 سنة قفة الملاح ما حتتصلح، بعد 50 سنة في ظل هذه الحكومة قفة الملاح ما حتتصلح، كيف تصدقون أن نحن نثق فيكم؟ برشودان السيد الرئيس بخاطب مدينة برشودان، يا أهل برشودان خليتم التنباك؟ تركتم التنباك؟ طيب أنا والله ما بوعدكم بإنه أزرع عليكم جبال تلال البحر الأحمر بن. ليه ما تزرع يا سيدي الرئيس؟ ما تجرب، جرب أزرع، جرب ليه ما تزرع؟ لكن أنا حادي كل واحد 5 نغلات، كل نغلة تتفتق من تحتها شتلة، تكون عنده يشيل الشتلة يزرعها مع النغلة الأم، يبقى عنده 10 نغلات عشان ياكل عجوة. يا أخي ده الشعب، شعب أبناء عثمان دقنا، هل الرئاسة تخاطبهم بهذا الأسلوب؟ يجي في مدينة القضارف، أنتم ما قادرين تصلحوا وطن الخرطوم، ما قادرين تعيدوا للسودانير مجدها. بتجي أنتم السيد الرئيس بيوعد ناس القضارف، القضارف عطشانة، 28 سنة ما سقيتوها موية. بيجي السيد الرئيس بيقول نحن عايزين نعمل مطار والزايد. يا إخواننا قولوا لنا كلام بيدخل العقل. يا سيد عز الدين، يا سيد هند عز الدين، نحن لن نكون عبيدا لكم بعد اليوم، لن نكون عبيدا لكم بعد اليوم، نحن نشتغل. ستة اشياء يشتغل ويدفع لكم القروش انتو، بتاعنا الدرداقات بيشتغلوا ويدوكم القروش انتو. نحن يا زجونا في السجون، يا ابيدونا عن بكرة ابينا، يا سلم السلطة لحكومة قومية تنقذ السلطان. السودان اصبح ذرة تراب. انتوا قلتوا لقيتوه جثة بحر، لكن الان تحلل السودان. هناك سياسيين في السودان معروفين ذو عندهم كفاءة مستعدين ينقذوا السودان. ارجوكم اريحونا يا سيد الهند عز الدين، ما تبقعوا قلبنا، ما تبقعوا مرارتنا. هذا الخطاب لا يسمن ولا يغني من جوع. نحن خلاص جربناكم 30 سنة ويا اخي انتوا خلوا عندكم ذوق، قولوا نحن فشلنا، الفشل ما عيب. ارحلوا، لقد يئسنا، سئمنا، حرمنا، الغربة هدت حيلنا، نحن عايزين نستقر في هلالنا. يا ناس ما تكذبوا علينا، ليه بتكذبوا علينا؟ ليه حرام عليك يا الهند عز الدين؟ ربنا حيسألك يوم القيامة، والله ربنا حيسألك يوم القيامة، ويسأل أئمة القرآن وأئمة الدين، أئمة الدين اللي بيذلونا باسم الدين، بيذلونا أنتوا، أنتوا بيذلونا، 30 سنة بيذلونا وبيطبقوا الشريعة فينا. يا رجال الشرطة، يا رجال الشرطة، ود أبو قردة سكران وماشي على سيرنا من مسك الشرطي مربطوا به والأرض رميتوه في الحراسة، ضابط وقدم شرطة، لا من يأدي واجبه بتنقلوا ست كوفير، بتنقلوا ست كوفير وبتغني له بتتزكى يا عبد الله، بتتزكى، ما قيمة دبابيلكم، ما قيمة دبابيلكم، فلنترك لكم الوطن، نترك لكم الوطن، مع السلامة، يا الهند عز الدين، يا الهند عز الدين، اتكلم بصدق، السلام عليكم.